وتواصلكم. شاهدنا هذا اليوم المحاضرة القيمة لتعلم من هذه الثورة الكبيرة والعظيمة، ثورة الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الفيحاء وكادرها الفني، والحمد لله والشكر نحن في الغربة من 1991 من انتفاضة شعبان لحد الآن، نحن متوزعين في كل العالم، في أمريكا، في اليابان، في سوريا، في إيران، في كل العالم. صوت الحسيني الصوت الهادر، وهذه الشباب لنا محاضرة بالإنجليزي ومحاضرة بالعربي ولطم وعزة وكل شيء، وكأنه نعيش في العراق، وهذا امتداد بواقعنا العراقي. نحن عراقيين، الحسين عليه السلام في كل أرض كربلاء هي الحسين في كل العالم، إن كانت في أمريكا وإن كانت في إيران وإن كان في العراق. نحن نفتخر بالعراقيين اللي يمشون من البصرة إلى النجف، نفتخر بهم ونقدم لهم، ونحن لا نقدم بأبنائنا الآن أطفالنا يتعلمون الإنجليزي. شنو الحسين؟ شنو معركة الحسين؟ شنو معركة الطب؟ أخذناها باللغة الإنجليزية لتعلم أطفالنا والأطفال اللي ولدوا هنا في أمريكا عن هذه الثورة العظيمة، هذه الثورة اللي كانت نبراس للعالم أجمع. أكيد سعيدين بتواصلنا وياكم في هذه المجالس، مجالس العزاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، ونحن موكب أنصار الحسين يشكركم ويشكر الفيحاء وخاصة الأخ المصور والست هيفاء، ولكم منا شكر. نعزي الأمة الإسلامية باستشهاد سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وأيضا جاليتنا المتواجدة في أمريكا وفي أي مكان بالعالم، وأيضا شعبنا العراقي. هذا اليوم شاهدنا في مجلس العزاء وفي مسجد الرسول هنا يتجمع عدد كبير من العراقيين لإحياء مراسيم العزاء على روح سيد الشهداء. أكيد تواصلكم ويا الوطن الأم من خلال هكذا مجالس أكيد يخفف شوية الغربة عنكم. شيء أكيد ست هيفاء، احنا في مجالسنا هذه نستذكر الإمام الحسين، والأهم من هذا هو نعزي السيدة الزهراء والسيدة زينب عليهم السلام. وأقول للسيدة الزهراء: قسم عهد علينا إن لن ننسى حسينا، كل أرض كربلاء هذا أمر الله شاء، ينتصر لله دينا، قسم عهد علينا، قسم يا ابن البتول لا ولا عنك نحول، عهدنا عهد الوفاء لأسياد الشهداء دائما وما بقينا، قسم عهد علينا. شكرا للفيحاء، شكرا جزيلا. نعزي الأمة الإسلامية وأيضا الجالية العراقية المتواجدة هنا في أمريكا. هذا اليوم نشاهد الجالية العراقية في أمريكا قلوبها وأيضا أحزانها ويا أهلها وناسها بهذا المصاب الجلل، استشهاد سيد الشهداء الحسين عليه السلام. نعزي طبعا الأمة الإسلامية كما تفضلتي، ونعزي الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام باستشهاد جده الحسين عليه السلام. طبعا هذه المناسبة وهذه الأيام هي أيام حزن واستذكار لما قام به الإمام الحسين عليه السلام في سبيل نصرة الإنسانية ونصرة الحق في هذه الأيام، حيث بذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الهدف. طبعا احنا كجالية عراقية وعربية ايضا نحتفي بهذه الأيام، الأيام عاشوراء في المهجر، ونقيم هذه الذكرى الأليمة على قلوبنا وعلى قلوب كل الناس. نعزي الأمة الإسلامية في هذا المصاب الجلل. هذا اليوم نشاهد الجالية العراقية المتواجدة في حسينية الرسول هنا في الولايات المتحدة تحيي مراسيم العزاء على روح سيد الشهداء الحسين عليه السلام. نعم، هو كل سنة مسجد الرسول تحضر مراسيم كاملة لأبا عبد الله الحسين، وهذه مراسم أبو عبد الله تجسد عن ثورة الحسين، الثورة الحقيقية الذي انبثق بها نتيجة أنه من الظلم والاستبداد، فثار أبو عبد الله الحسين نتيجة الحرية وسعادة البشر. والإمام الحسين ليس للطائفة الشيعية حقيقة، هو لطائفة المسلمين عامة. نعم، وكل المراسم أبو عبد الله في كل مكان بالخارج وفي كل مكان من أنحاء العالم تجسد قضية أبا عبد الله، كفكرة أبا عبد الله، كسلوكية أبا عبد الله. وأبا عبد الله يريد ثورة حية حقيقة،
ثورة على الظلم، على الاستبداد، ويخلق الإنسان حقيقة يريد يعبر عن حقيقة الإنسان، إنه مو بس مرة بس طلطم وهذا، وإنما يريد ثورة في النفس، يعني ثورة حقيقية لأبو عبد الله بالعمل وبالتطبيق وبالصدق وبالأمانة. وثورة الحسين قضت على الطغاة كلها حقيقة، من كل الطغاة، وهسه حاليا الثورات الربيع العربي هو امتداد لثورة الحسين. هذا اليوم مجالس العزاء هنا في حسينية الرسول، نشاهد عدد كبير من الجالية العربية والجالية العراقية لإحياء العزاء على روح سيد الشهداء الحسين عليه السلام. طبعا بهذه المناسبة أعزي الأمة الإسلامية جميعا بهذه المناسبة الأليمة على المسلمين عامة وعلى الشيعة خاصة، يعني وعلى المسلمين عامة، لأن الحسين حسين المسلمين، فكل مسلم لازم أن يقف في هذا الموقف يعني، ويتألم لهذا الألم الصاب الإمام الحسين عليه السلام. هذا اليوم في مجلس العزاء هنا في حسينية الرسول، نشاهد أعداد كبيرة تتدفق إلى حسينية الرسول لإحياء مجلس العزاء على روح سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وأكيد تواصل الجالية العراقية ويا الوطن الأم من خلال هكذا مجالس عزاء لإحياء هذه المناسبة وهذه الشعائر الدينية. طبعا رحب بكم سيد هيفاء بهذا المجلس. هذا المجلس تأسس تقريبا صار له 20 سنة، وهذا إحياء ذكرى الإمام الحسين بأمريكا وبغير مكان، فهاي ترجعنا لبلدنا العراق الأم. يعني بس نقلكم صدقونا قلوبنا وياكم بهاي المصاب، وإن شاء الله يعني نعزي كل الأمة الإسلامية مو بس الشيعة وغيرها، وإن شاء الله شفتوا أنتم المراسيم اللي قاعد نحيها، بس إن شاء الله إن شاء الله نحيها بالعراق. هذا اليوم حسينية الرسول تحيي مجلس العزاء على سيد الشهداء الحسين عليه السلام، أكيد تواصل الجالية العراقية في هذا العزاء الكبير هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد هو امتداد إلى مجالس العزاء داخل العراق وفي الأمة الإسلامية. والله بهذه المناسبة نعزي صاحب العصر والزمان، ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل اللي، و يعني تعرفون بانه احنا هنا بامريكا، ويعني مثل ما يقول احنا قليل الجاليه هنا العراقيه كلها، فتنجي مع بهذا المناسبه، لانه الناس هنا يعزون الامه الاسلاميه ويعزون العراق، وان شاء الله يفتح علينا ونرجع الى بلدنا ونسلم على كل اهلنا، نسلم على جميع العراقيين كلهم ونعزيهم كلهم ان شاء الله، وان شاء الله ثوابنا مواصل امام الحسين ان شاء الله. نعزي الامه الاسلاميه وعلى راسها البلد العراق الحبيب، ونشكر القناه الفضائيه الفيحاء، ونشكر العاملين فيها، ونشكر الاستاذ محمد الطائي، والله يحفظ العراق وينصره على اعدائه، ونريد الله ينصر نور المالكي. واشكركم انا هوايه وتعبتوا ويانا، والله يحفظكم ان شاء الله ويرعاكم وينصركم على الاعداء. شاهدتم مشاهدينا هذا اليوم مراسيم العزاء في حسينية الرسول هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تجمع عدد كبير من الجالية العراقية لإحياء الشعائر الدينية والمراسيم الدينية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن ألتقيكم في حلقة قادمة. أنا هيفاء الحسيني، أستودعكم الله وإلى اللقاء. يا ليل الطاب.